أثابكم الله. يقول أيضا: وهل يجوز ضرب الابن إذا لم يحفظ القرآن أو الحديث؟ الضرب الذي للتأديب لا بأس، الضرب للتأديب، ضرب المؤدب، ضرب المؤدب هذا مشروع لكن في حدود، غير مبرح، لا يشق جلدا ولا يكسر عظما، وإنما هو ضرب لأجل تربية، لمصلحة الطفل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم، اضربوهم عليها لعشر، هذا من باب التربية والتأديب. نعم.